البداية في حلقة اليوم مع نشرة وسوم وأخبار وجولة صباحية على أبرز القصص والأخبار التي تفاعل معها جمهور عالم التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة. والخبر الأول معك مهند. البداية مع وزارة الصحة السعودية التي بدأت برنامجا للفحص المجتمعي للمواطنين والمقيمين في منازلهم، وأكدت الوزارة أن المسح المجتمعي يأتي ضمن عدة خطوات مهمة اتخذتها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. كما أكدت الوزارة على ضرورة استيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات. مناسبة هذا الحديث مهند أن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية نفى الأخبار التي تداولت عن أن هناك فرق خاصة ستنتقل إلى المنازل من أجل فحص المواطنين داخل منازلهم، وقال إن هذه الأخبار مغلوطة وإنه ستكون هناك آليات أخرى للفحص سيتم الكشف عنها. كشف الأمير هاري عن الأسباب أو الأشياء التي أصبح يفتقدها بعد أن تخلى وزوجته ميغان ميركل عن الحياة الملكية قبل أشهر وانتقلا للعيش في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الأمير هاري أخبر أصدقائه أنه يفتقد الجيش وأنه كان سيحظى بحماية أفضل من المشكلات التي واجهها في الأشهر الأخيرة في حال استمر بالخدمة في الجيش. وأشارت المصادر إلى أن هاري الذي كان يحمل لقب دوق ساسكس يشتاق للصداقات التي كونها خلال وجوده في القوات المسلحة. خلاص هذه اختياراتهم. يبدو أن الأمير هاري سيشتاق للكثير من الأشياء التي ألفها خلال المدة التي كان، والألقاب كذلك، ألقاب الكثيرة التي عنده في الجيش. الآن تخلى عن كل شيء، نتمنى أن لا يندم على هذا القرار. نتمنى أن لا يندم. نعم. احتفلت بريطانيا بعيد ميلاد بطلها القومي الكابتن توم مور المحارب الذي قاتل في الحرب العالمية الثانية بطريقة مميزة، إذ حلقت طائرات عسكرية في سماء بريطانيا احتفالا بعد ميلاد مرور 100. كما تلقى المحارب الذي أصبح بطلا قوميا بعد أن جمع الملايين من أجل الرعاية الصحية في بريطانيا بطاقة تهنئة من ملكة بريطانيا ورسالة من رئيس وزراء البلاد. كما تلقى كذلك مهند الكثير من التهاني من مختلف أرجاء العالم لأنه قام بمبادرة جمع الملايين من أجل خدمة القطاع الصحي في هذه الأزمة، أزمة كورونا. وبالحديث دائما عن كورونا، بارقة أمل جديدة تلوح في الأفق في المعركة ضد فيروس كورونا، فقد أعلن موقع وورد أند أوميترز المعني برصد الأرقام الخاصة بفيروس كورونا، أعلن أن عدد المتعافين من الوباء الفتاك قد تجاوز عتبة 1,000,000 شخص. وتتزامن هذه البشرة مع إعلان كل من الدنمارك ونيوزيلندا السيطرة على الفيروس، فيما يتوالى تخفيف الإجراءات الاحترازية بشأنه، ولكن مع تصريحات تنادي بالحرص والحذر. كما كشفت دول أوروبية عدة عن خطط تدريجية وقابلة للعودة عنها لإعادة تنشيط الاقتصاد، لكن دون المخاطرة بموجة جديدة من وباء كوفيد-19. يبدو أن كل الدول الآن تسير في اتجاه التخطيط لمرحلة ما بعد الإغلاق، كيف صحيح. ستتم بطريقة تدريجية الآلية المناسبة من أجل تفادي الوقوع في فخ موجة ثانية جديدة من تفشي الفيروس. من الإصابات. وفعليا بدأت بعض الدول تخفيف القيود.